هذا هو يمثل فقدان حق الجنين أو الفقد التلقائي للجنين من عمر 4 أسابيع إلى 20 أسبوع. 4 أسابيع المرأة يدوب أنها تدرك أنها هي حامل، يدوب سوت الفحص وممكن تفقد الجنين. إذا بنعطيه إجازة 60 يوم، مدة الإجازة ضعف مدة الحمل بصير. هاي أول نقطة. الإجهاض الشيء الشائع جدا، تقريبا 10 إلى 20% من حالات الحمل تنتهي بالإجهاض. سنوياً احنا نشوف تقريبا 1500 حالة إلى 1800 حالة إجهاض في السلمانية فقط. فأنا ما أتحدث عن بقية المستشفيات أو المستشفيات الخاصة. فالإجهاض عادة شائع جدا، وأكثر الإجهاض يصير في 3 أشهر الأولى اللي هي أقل من 12 أسبوع. فإذا عطيناها إجازة عادة هاي بتكون في خلال 3 أشهر الأولى اللي هي أكثر حالات الإجهاض اللي تحدث. الهدف بالنسبة حق المشروع طبعا هو حماية المرأة، وإحنا كأطباء نعمل ونحافظ على حماية المرأة. بالنسبة طبعا القانون ينقسم إلى شقين، أول شيء الإجازة بالنسبة حق المرأة التي تلد طفل ميت، وهاي أوريدي متحقق، أي وحدة تلد عقب الأسبوع 24 من الحمل بتحصل إجازة أمومة 60 يوم مدفوعة الأجر، سواء الطفل حي ولا ميت، فهي أوريدي متحقق حاليا. نرجع إلى إجازة الإجهاض. طبعا بالنسبة إذا قلنا الحمل أقل من 20 أسبوع، إن فترة التعافي للمرأة اللي تحتاجها عشان تتعافى من فترة الإجهاض، أكثر الحالات يحتاجون تقريبا أسبوع. من خلال خبراتنا أطباء، من خلال إحنا المرضى اللي نشوفهم، يحتاجون أسبوع فترة تعافي.